بيكم في قناة سوبر سماوي. النهاردة معايا سحور رمضان خاص بيا، أكلة من أكلات لايف أفطر. بصوا، سندوتشي فيه مكونات كتيرة قوي، وأهمها البيض والبسطرمة والتوست والخيار، يعني الخضار عموما، وكمان الجبنة. فيلا بينا هوريكم بنعمله ازاي. ايه الطريقة بقى؟ زي ما انتوا شايفين معايا شريحتين توست اهم، واتنين جبنة شيدر، ومعايا بسطرمة ومشروم وشرايح قوطة وشرايح خيار. وطبعا اول حاجة مهمة في الموضوع ده كله ايه؟ البضاية دي. اول حاجة هنعملها هنكسر البضاية، هنضربها كويس قوي 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 قوي. كده البضايه بقت جاهزه، بس احنا مش جاهزين لان المفروض نسلي نفسنا واحنا بنطبخ. ممكن نزود كمان بضايه. حلو قوي كده، خلصنا البيض، نصب بقى شويه بيبسي عشان دي انا قلت لكم اكله للايف افتر. وما ننساش معانا بابجي، اكتر حاجه مشهوره في بابجي البيبسي. بصوا 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 بصوا، اوه ماي جاد على الصوت. حلو قوي الكلام ده، يلا بينا بقى نبتدي الخطوات التنفيذيه في عمايل الساندوتش بتاع لايف افتر. بصوا بقى في الخطوات التنفيذيه، احنا كده فتحنا النار على الطاسه، ومعايا هنا شويه سمنه اوكي، ومعايا الفرشه زي ما انتم شايفين دي الفرشه، هقعد كده بس ادهن بيها الطاسه بتاعتنا. وعلى فكرة من ضمن الألعاب معانا برضو الطاسة في بابجي معانا، بس احنا كده خلاص دهنا ايه؟ دهنا الطاسة. هنحط بقى دلوقتي البيض، عليه التوست بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. هنقلبها دلوقتي للاتجاه الثاني زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنحط البسطرمة هنا، كفاية كده بسطرمة علشان ما تكونش كتيرة. وهنحط هنا الطماطم كده، وهنحط المشروم كده، يعني ممكن نزود مشروم عادي، وهنحط شريحتين تلاتة كده بالكتير خيار، خليهم أربعة. وهنحط مع البسطرمة هنا الجبنة، وبعد كده هناخد الأجنحة بتاعة البيض زي ما انتوا شايفين.
عايزين ناخد دي كمان كده، مش مشكلة، لتحت. والناحية التانية كده، وبعد كده بقى نمسك كده بسرعة ونروح ايه عملنا الساندويتش. بصوا ده الساندويتش بتاعنا، لازم يتقطع نصين. واو بجد واو، بصوا المنظر خيال خيال فعلا. او ماي جاد، مش بس منظر يا جماعة، الطعم تحفة. وبكده دي كانت وصفتي النهاردة لطبخة من طبخات لعبة لايف افتر. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ولو عايزين تشوفوا كمان سحور ليا تاني في رمضان، عندي افكار كتيرة قوي، بس ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، وتكتبولي في الكومنت اذا كنتوا عايزين ولا لا. واستنوني فيديو جديد من سوبر سما.